صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر القانون رقم 12 لسنة 2019، ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعاد هيكلته بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب، وجاء فيه: المادة الأولى: وفق على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعاد هيكلته بصيغتها المعدلة حتى من عشر، الخامس عشر من سبتمبر 2014 والمرافقة لهذا القانون